ورجعناكم تاني بعد الفاصل مشاهدتي الاعزاء مع دكتور رانيا يحيى عضو مجلس القومي للمرأة. حضرتك نورتينا يا فندم. ميرسي، انا سعيده بوجودي معاكي. دكتور حضرتك النهارده منورانا. طبعا المجلس القومي للمرأة طبعا يعني ده اللي مسؤول عن المرأة في البلد. احنا تبلغنا او نمأ علمنا انه بيتم تغيير قوانين لصالح الست الايام دي، صح ولا غلط؟ الاول خلينا نقول البقاء لله للدكتوره مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة في وفاه نجلها الغالي. وطبعا دكتوره مايا الحقيقه اخت وصديقه وعزيزه، وان شاء الله باذن الله يعني تمر هذه المحنه الصعبه باذن الله عليها ان شاء الله. بصي، المجلس القومي للمرأة قايم بدور كبير جدا في عهد سياده الرئيس في كل المجالات المختلفه. احنا عندنا 2017 كان عام المرأة المصرية، اطلق فيه سيادة الرئيس استراتيجية النهوض بالمرأة. هذه الاستراتيجية قايمة على محاور اربعة. هذه المحاور تمكين اقتصادي، تمكين سياسي، تمكين اجتماعي، والحماية الثقافية والتشريعية. هنا الحماية التشريعية هي بتتقاطع مع بقية المحاور الاخرى بنشتغل عليها في المجلس القومي للمرأة من خلال اللجنة التشريعية. عندنا لجان الهيكلية بتاعت المجلس القومي للمرأة في 17 لجنة نوعية، من ضمنهم اللجنة التشريعية. هذه اللجنة منوط بيها وضع التشريعات التي تتعلق بالمرأة في كافة المجالات المختلفة. تمام. اشتغل هذه اللجنة، اللجنة التشريعية، على قوانين مختلفة. في بعض القوانين اللي تم تغليظ العقوبات فيها، في قوانين بالفعل أصدرت زي التحرش، زي ختان الإناث. دي قوانين بالفعل صدرت كان فيها تغليظ للعقوبات. في قوانين احنا منتظرينها زي قانون العنف ضد المرأة وقانون الأحوال الشخصية. قانون الأحوال الشخصية اللي هو اللي بيتعلق بالطلاق وما بعد. بالظبط. مظبوط؟ بالظبط. نفقة ورؤية وحضانة وكل حاجة بقى. حل. كل ما يتعلق بالأحوال الشخصية. حلو. ويعني الحقيقة سيادة الرئيس في المنتدى أسوان الأخير قال إنه مش هيوقع على قانون غير منصف للمرأة، وكانت رسالة طمأنينة الحقيقة لكل ستات مصر، لأن في حالة من القلق الكبير. مظبوط. عند كتير من الستات من بعض الأقاويل اللي بتتردد. مظبوط. فيعني الحقيقة كانت إنه هو ما يقال إنه بيتم تعديل القوانين ضد المرأة وليس لصالح المرأة. لا، بصي، تعديل القوانين لصالح الأسرة المصرية والمصلحة الفضلة للطفل. يعني ان كل اللي اشتغلوا على هذه القوانين كانوا بيرجعوا الأفضلية هنا لصالح الطفل، مش للمرأة ولا للرجل. فاحنا بنشوف مصلحة الطفل فين وهي اللي تكون، لان احنا بنتكلم على اجيال طيب جديدة. طيب معلش من نقطة كلام حضرتك. اتفضلي. انا معاكي جدا في هذا الفكر، لانه في الاول وفي الاخر هو مصلحة الطفل هتبقى من تنظيم العلاقة الجيدة بين الأب والأم. طبعا. تمام. ولكن إحنا عندنا مشكلة إنه دكتور الأم اللي بتربي، وتقريبا الأم اللي بتصرف، وتقريبا الأم اللي بتشتغل، وتقريبا الأم اللي بتراعي، وتقريبا الأم هي اللي بتعمل كل حاجة. تمام. أنا مش بقول إن إحنا نبقى ضد الرجل. طبعا. ومش بقول إن يبقى في قوانين تعسفية ضد الرجل. أكيد. لكن أنا بقول إنه لازم يكون في قوانين منصفة بشكل أكبر من ده لصالح المرأة. ففي دوشة حصلت، عشان كده حضرتك شرفتينا، في دوشة حصلت ال 15 يوم اللي فاتوا. الحقوا يا جماعة، الحقوا يا جماعة، في قوانين هيتم تعديلها، مش هقول لصالح الرجل لأن أنا ماليش دعوة بيه، لكن هقول ضد المرأة. أنا بطمنك. الحمد لله. بعد كلام سيادة الرئيس لازم نبقى كل ستات مصر مطمنة إن إحنا في فترة حقيقي إحنا شايفين قد إيه التمكين اللي بيحصل لصالح المرأة، شايفين قد إيه الدعم من القيادة السياسية لصالح المرأة والمكتسبات اللي بتتحقق للمرأة. وهذه الرسالة اللي قالها سيادة الرئيس علنية في هذا المنتدى الدولي يعني أعتقد إنها يعني تأكد لكل الستات. حلو. انها حلو. تبقى مطمنه ان سياده الرئيس قال، لان ده الحقيقه يعني حاله اللغط اللي حاصله مش بقى لها اسبوعين بس، يبقى لها فتره. لا، احنا من 15 يوم تحديدا الاسبوع اللي فات كمان تم استضافه احد المحامين
وإحدى مؤسسات مجتمع مدني لمبادرة ما خاصة بالمرأة، وكان معاها آلاف من السيدات المطلقات. وبعد ما إحنا خلصنا، إحنا ختمنا معاها الحلقة، وقفنا هنا نتكلم، فقالت إنه في لغط عظيم وفي إشاعات كتير إنه القوانين بتتغير لشيء غير صالح للست وتحديدا السيدة المطلقة. فإحنا النهاردة كنا عايزين أولا نتأكد من المجلس القومي للمرأة إنه ده شيء غير صحيح. نمرة اتنين، في سيدات كتير جدا بتطالب من خلال هذا البرنامج ومن خلال مصادر كتيرة جدا إنه المجلس القومي للمرأة بيشتغل على قدم وساق، وإحنا عارفين الكلام ده، وأنا بتابعكم جدا وحضرتك عارفة الكلام ده كويس طبعا. ولكن في فكر تاني كمان إحنا بنناشد بيه المجلس القومي على الهواء، هي آليات التنفيذ، لأنه بيتم وضع القوانين والدنيا بتمشي كويس جدا، لكن العطل بقى بيجي يا دكتور فين؟ آليات التنفيذ. آليات التنفيذ. فإحنا أرجوكي، وأنا قلت لك ده في الفاصل، أرجوكي، إحنا بنناشد المجلس القومي للمرأة إنه أثناء وضع هذه القوانين ووضع التشريعات القانونية للسيدة المطلقة تحديدا، لأن هو ده اللي بيهمنا في البرنامج الأيام اللي جاية، آليات التنفيذ. في عدد كبير جدا دلوقتي، يعني ارتفاع نسبة الطلاق الكبيرة جدا، فدي اللي مخلية يعني طبعا الموضوع أصبح بيشكل أهمية في كل بيت تقريبا، لأن تقريبا ما فيش أسرة ما عندهاش حالة طلاق. مظبوط. فالوضع اختلف كتير قوي عن زمان، الاوضاع كلها اتغيرت، التشريعات طبعا قانون الاحوال الشخصيه بقاله سنين طويله ما كانش حصل عليه تعديل غير في بعض المواد البسيطه، اللي غير كانت يعني ما فيهاش تكافؤ كافي، ما فيهاش يعني اهتمام بمصلحه الطفل، وبالتالي المجلس الحقيقه ركز بشكل كبير جدا على هذه المواد أو القانون برمته، علشان خاطر يبقى في صالح زي ما قلت لحضرتك، في صالح الأسرة، لأن الأسرة لو اتصلح حالها هنصلح حال مجتمعنا كله. صح. وبالتالي مصلحة الطفل، لأن احنا يعني بننشد إن شاء الله مستقبل أفضل، مين اللي هيقود هذا المستقبل؟ هم الأطفال. مزبوط. اللي النهاردة هم أطفال، بعد كده هم هيبقوا رجالات الغد. طيب. وبالتالي ده المستهدف بالنسبة للمجلس، وأعتقد يعني مش هقولك أعتقد وأؤكد يعني بعد كلام سيادة الرئيس ان ده هيكون هو دعم اللي احنا شايفينه والمساندة الحقيقية من القيادة السياسية لصالح المرأة المصرية. السؤال الأخير، لان ده سؤال احنا كتير قوي تسألناه وما كانش عندي إجابة عنه يا دكتور. لو في عدد كبير من السيدات عندهم طلب ما او رأي ما او حاسين هم مظلومين في حاجة وعايزين يتم تعديل القانون او اعادة تشريع لصالحهم، يوصلوا للمجلس القومي للمرأة فاتح ابوابه في 27 محافظة مش بس في القاهرة، احنا عندنا 27 فرع، في كل محافظة لينا فرع للمجلس القومي للمرأة. الفرع ليه مقررة وليه أعضاء وليه مكتب شكاوي، ورقم الشكاوي 15-1-15. تاني كده دلوقتي 15-1-15. أي حاجة، أي ست عندها أي مشكلة، على فكرة أنا عايزة أقولك خلال الـ 2019 بس إحنا وصلنا 14,300 شكوى، منهم 9,000 شكوى أو استشارة قانونية طبعا، لأن في محامين بيوفرهم المجلس القومي للمرأة بالمجان لأي ست عندها أي مشكلة، تقدر أنها تعرض هذه المشكلة والمحامي بالمجان يقدر أن هو يقول لها إيه الحل بتاعها، لو في مشكلات كمان يعني بتحرر محضر محتاجة أن حد يروح معاها سواء للشرطة أو للنيابة، المحامين بتوع المجلس القومي للمرأة بيروحوا معاها؟ مش تنفيذ احكام، بيروح معاها لو هي عايزه تحرر محضر. يعني النهارده واحده تحرش بيها واحد وعايزه تحرر محضر، تقدر انها تروح للمجلس القومي للمراه وتروح يعني المحامي او المحاميه من المجلس القومي للمراه يروحوا معاها لتحرير هذا المحضر، ولو الامر وحضرتك بتتكفلوا بالمحامي. تماما. كام من رقم تاني نختم بيه؟ 15-1-15. دكتور هي قالت لك 15-1-15. اي حد بقى مدينا 15. انا بقول لك يعني بس في 2019 العدد الشكاوي اللي جت للمجلس اكتر من 9,000 شكوى وصلت يعني وجها لوجه،
ناس تقدموا وراحوا لفروع المجلس المختلفة، أكتر من 5000 شكوى وصلت من خلال الخط الساخن. حضرتك نورتينا النهاردة، ربنا يخليكي. والبقاء لله. طبعا أنا ما كنتش طبعًا أعرف. ميرسي يا دكتور قوي إن حضرتك شرفتينا نورتينا، ربنا يخليكي، وفهمتينا إيه اللي بيحصل. الحقيقة عايزين نبقى مطمنين بس، يعني بجد كل ستة في مصر تطمن ان احنا في عهد، فيه ماشيين وماشيين على قدم، ماشيين وفي حقيقي في مساندة حقيقية لصالح المرأة المصرية. ده حقيقي احنا شايفينه ولامسينه في كل حاجة. احنا شايفين النهاردة عدد الوزيرات، شايفين البرلمان، شايفين ان اصبح ان شاء الله البرلمان القادم عندنا ستات كتير بتمثل المرأة المصرية. في المحليات نفس الكلام، يعني في مساعد رئيس وزراء، في مساعد للبنك المركزي ست. يعني احنا دلوقتي اصبح الوضع مختلف كتير. ايوه، ومساعدين محافظين كمان. ايوه دكتور رانيا، احنا حلوين جدا. والست المصريه تستحق، وتستحق المسانده، وده اللي سيادتك مش المصريه بس، الست تستحق لانها ست. ست رئيس في هذا المنتدى الحقيقه كانت كلمته اكتر من رائعه، وانا كتبت مقال يعني بعد هذا المنتدى على كلمه السيد الرئيس. اما قال كمان ان الست المصريه هي يعني، او الست بشكل عام هي الانسانيه، هي يعني صحيح. فالانسانيه هي اتخلقت الانسانيه كلها فعلا من رحم المراه. فيعني نورتينا يا حبيبه قلبي، نورتينا. طمنوا ما فيش قوانين بتتعمل ضدنا ان شاء الله. ان شاء الله. مشاهدتي عزيزات، بكره الساعه 6 وهي وبس.